السلام عليكم. نكمل الجزء الثاني من القصة إخوان والأخوات باش نفهموا القضية مزيان ويكون السرد لقصة الاحتمالات واضح وبين. خاص نعرفوا بأن الأخ بينو لعب دور واحتمال الكذب تنزيها لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وباش ما يتذكرش بالاسم ديالو ويناقشه كشخص غير صادق. إذا احتراما لمقام النبوة، وفي نفس الوقت نفحصوا احتمالية الكذب والدعاء النبوة، ونصبروا الأغوار ونقلبوا مزيان، ومساءلة ما جاء عبر وضع هذا الاحتمال اللي غادي نشوفوا مدى قوته ومنطقيته وتماسكه أو مدى تهافت دياله وهشاشته ولا معقوليته. لهذا الأخ بينو سيكمل لنا هذا الاحتمال باسمه هو. بأن هذا الادعاء هذا ماشي سهل باش ندعي النبوة وباش نقول للناس ونخرج عند الناس ونمتلك الشجاعة ونقول لهم بأنني مبعوث من السماء. هذه زعامة كبيرة وتقدر تكون عقيبة هشينة، ولكن اش غيوقع كاع؟ غيقتلوني؟ غيعذبوني؟ غيعلقوني على أسطر الكعبة؟ غادي نبدا وغادي نلجأ لواحد التكتيك اللي غيبدا يشكك الناس فيها، ونغلصك التكية ديال المؤامرة. اي واحد غيبغي يفيق الناس او يخلي الناس تفكر او يشير البلايص اللي عندي فيهم التناقض او الضعف او الهشاشة، غنقلبها عليه حلقة وتاريخ، وغنرد له احساسه في راسه. غنحاول ما امكن نشكك الناس في التشكيك ديالو فيا، حتى يولي يشكو في ديك الهضره اللي كيقول. وهكذا غنكون صرفت انظار الناس اليا، وداك الشك والتكذيب اللي كان موجه ليا غيتوجه لهذاك اللي تيشكك فيا. لان اي واحد غيشكك فيا غيحاول يوقف في طريقي، غيحاول يحرقني، غيحاول يضرب في السمعة ديالي. غنلجأ مع هاد التكتيك ديال السخرية من داكشي اللي كيقول، طنز على كلشي اللي كيقول. غنلجأ مع الأسلوب التشويه، غنحاول نضرب في السمعة ديالو باش الناس ما تثقش فيه والناس ترفض داكشي اللي كيقولو. زيد عليها التكية اللي ديما غتكون عندي موجودة واللي بيها غنبدا المؤامرة. هذا كيعتقد بأن الناس كتآمر عليه، وبأن الناس عايشة منطق المؤامرة. أيضا غنلجأ للأسلوب ديال الطنز والسخرية والتقليل من القيمة ديال الانتقادات اللي يقدر شي واحد يوقف بها في طريقي. هكذا وهاد الأسلوب غنتعامل بتنمر على كل شخص كيهدد المصالح ديالي. ولكن عندي سؤال أبينو، واش من نيتك انك بهذه الاساليب اللي هي صبيانيه، هذه الحركات التهريجيه، واش غتاثر فيها على الناس على مسار الادعاء؟ واش كتظن بان بهذه الاساليب هذه غيدوخ بها سلاطين قريش، غيدوخ بها عمر بن الخطاب، غيدوخ بها معاوية بن أبي سفيان، غيدوخ بها النضر بن الحارث، عمرو بن هشام، غيدوخو هاد الناس هادو، غيدوخو أهل مكة بهاد الأسلوب السطحي والطفولي والصبياني؟ تقدر تدوخ بها وترقد بها السبينو البراش ديال قريش ولا حميدات مولدات فير؟ اما هل العقول وهل الرزانة ميمكن لهمش ياخدوا الشي اللي غدير على محمل الجد؟ ما غيتسوقوا لكش، بل غيعرفوا بان سوقك خاوي. وزيدون الدريوريين الصغار ديال قريش عندهم شي وزن؟ عندهم شي ثقل؟ عندهم شي قوة قدر يغيروا شي حاجة؟ غاب بالعقل.
ريحة جيبهم وريحة ديهم والوجود ديالهم والغياب ديالهم بحال بحال. وعلى هادشي المراهنة عليهم ما خصهاش تحط في القاموس أصلا، لأن هادو ما غيغيروا حتى شي حاجة، ما غيدعموا ما غيساندوا، بل حتى إلا عادوني عداء ديالهم ما لوش وزن وما لوش ثقل وما لوش تأثير. خصني نركز على الريوش الكبار ديال قريش، على صناديد قريش، لأن هادوك هم اللي يقدروا يمحيوني أو يقدروا يدموني. شطبة هادي وش من مشطبة، أجداني لهاد القرع المشطلو راسو، يا كان هاني مهني مرتاح ناخد السوق جوايا، اش داري لهاد اللعب هذا؟ ونكذب وكذبه، وش من كذبه؟ الكذبه على خالق الكون، وغندي في كروسة الليل بزاف ديال الناس. اش داري هادشي؟ هانتا وليتي تسلم ببابينو، هانتا وليتي ترفع الرايه البيضاء، ريحة الخوف وليت نشمها منك. كون زعيم، كون شجاع، هكذا كنعرفك مقطع في هذا المارشاريال، وما تتعرف غير عفق وزيد اللي قدام. ما كاينش شي حاجه سميتها لا، وما كاينش شي حاجه سميتها المستحيل، حتى لهنا كلشي مزيان. ولكن اجي شنو غنقول لقريش؟ واش اجي وتلاح؟ راهم يا تخميمه وتخميمه ولا ضربة بالمقص. صحيح بأن هاد الادعاء هذا ماشي سهل، باش ننتهي النبوة وباش نقول للناس ونخرج عند الناس ونترك الشجاعة ونقول لهم بأنني مبعوث من السماء، هذه زعامة كبيرة وتقدر تكون عقايبها شينة. ولكن اش غيوقع كاع؟ غيقتلوني؟ غيعذبوني؟ غيعلقوني على أسطر الكعبة؟ على الأقل خصكم واحد المجموعة ديال عباد الله معايا باش نقدر نستمر. إذا هي نشوف أبو لهب، عمي من دمي، كنظن يوقف معايا ويحن فيا. صحيح عمي ماشي شقيق، ولكن كيبقى دمي ولحمي، ومنظنش يدوزني لا هو ولا مرتو أروى، وهي النيت خت أبو سفيان تقدر تأثر عليه، يقدر يسمع الكلامها ويجي في صفي، وهو أبو سفيان عاود يأثر في الهند ويأثر في بزاف. وهكذا غنكون مشيت للهدف بأقصر طريق. هادو من الريوس الكبار مراس السوق ديال قريش اللي يقدروا يعاونوني نعلي ونبني وندير العريش، وهكذا غنجمع الفلوس نربي القريش. يا كان علاش داير هادشي اصلا؟ علاش تنكذب وتنصاب وتنفكر وتنخمم والموتور ديال المخ ديالي ما كيوقفش عن التفكير وعن التخمام؟ هادشي كامل ديروا على الفلوس، ديروا باش نربي ثروة ونولي انا وبا، ماشي غير في قريش بوحدها بل في كل القبائل العربية. ما نخلي ديك لا تمر، ما نخلي ذهب، ما نخلي نوق، ما نخلي جمال، ما نخلي معيز، ما نخلي خرفان، يعني باش نعيش مفتح ومرفح وزاهي باهي واكل شارب. مخمخ وليداتي وعائلتي يعيشو مفوهين، وحتى الى مت منين نموت نخلي لهم واحد الثروه تشرئب لها اعناق العرب والعجم، وتضرب بها المثال وتبقى في التاريخ ماشي غير هضره في الريح. ياك منين نموت إله فرفر ما كيعاقب، ما كيحاسب، ما كيدوي، ما كيزوي، ما كيحيد، ما كيبيض، إله مشلول. الإله فرفر داير بحال شي مقعد جالس على كروسة الوجود
يديه ورجليه عاجزين على الحركة، راسه طايح حدا مايل، ريوقه هو دي. وش هذا؟ إله نديروا له الحساب. شطحنا غاف عرس كفرفر، وانت غاتا نسمعك تنوض نضحك ونكركر، لكن اجي واش كيسحبك؟ اجي والف، راه هادشي ماشي ديال اللعب، هادشي ماشي جيبيه في الموكول، هادشي خصو يكون مقاد ومطروز. ايه شنو؟ خصني نستعين بالخبرة والناس اللي عندها تجربة دينية أو عندها على الأقل معرفة بالأديان السابقة، باش نسمع منهم ونسمع شنو تيتقال، نقاد ليا شي فكرات ونزيد عليهم فخرات وكور وأعطي الحميدة والهور. غنقلب على ورقة، داك اللي هو يبيني كيفاه في النصرانية وكيفاه في اليهودية، وعاش وجالو سنانو طاحو، تيعرف الأديان، تيعرف أنساب العرب. هذاك يقدر يفيدني ويقدر يعاونني مصوب في كتاب، ولكن هذاك اللي غيقدر يعاونك باش تصوب انت الكتاب يصوبه هو ويديرو بسميتو، لكن الاخو يداوي يداوي راسه. وهذاك شوي بيني قالوا غالفة القياس، بينو بين الموت غير دفعة ولا تصرفيقة، اش غيعاون فيا وباش غيعاونني؟ واش غيقول لي؟ غيقول لي داكشي اللي داز يا داكشي اللي جاي كي ندير له؟ نجبدو من القبر نقول له يقولوا لي؟ هادي ما خداماش. غنقلب على ورقة، داك اللي هو يبيني كيفاه في النصرانية وكيفاه في اليهودية، وعاش وجالو سنانو طاحو، تيعرف الأديان، تيعرف أنساب العرب. هذاك يقدر يفيدني ويقدر يعاونني مصوب في كتاب، ولكن هذاك اللي غيقدر يعاونك باش تصوب انت الكتاب يصوبه هو ويديرو بسميته، لكن الاخو يداوي يداوي راسه. وهذاك شوي بيني قالوا غالفة القياس، بينو بين الموت غير دفعة ولا تصرفيقة، اش غيعاون فيا وباش غيعاونني؟ واش غيقول لي؟ غيقول لي داكشي اللي داز يا داكشي اللي جاي كي ندير له؟ نجبدو من القبر نقول له يقولوا لي؟ هادي ما خداماش. وانا سولتو على النصرانية، انا سولتو على النصرانية، سولتو على اليهودية، وبدا كيقول لي، ومشيت كنتأكد كاع من مصادر أخرى باش غنعرف أصلا داك الأخبار الأصلية صحيحة ولا غلطة. غنديرها كاملة، غتكون فوتوكوبي، غنضرب ونزقل، نهزل من هنا ونخلي باش عرفت هذه صحيحة وهذه غلطة، نقدر نهز الغلط ونخلي الصحيح. ما راكبش هذه ديال عمي ورقة، ما خداماش هذه. واخ، وكي غادي ندير في الأديان الأخرى؟ كي غندير نعرفهم ونعرف طقوسهم؟ بين أنا على مدى وأنا ما عشت معاهم، ما كنت معاهم، ما سنعرفهم، ما مشيت لعندهم، ما سافرت وجلست معاهم. واش أنا غنبني دين بالمعاودة ديال وحدين آخرين؟ وشكون هاد وحدين آخرين؟ واحد في الألف اللي كيجيب ضربين دويرة عندنا هنايا، وماش عرفت أنا هداك واحد أو داك جوج أو داك ثلاثة، داكشي اللي تيقولو صحيح ولا الفهم ديالهم صحيح؟ عندي الاحتمالية ديال المقارنة محدودة بزاف. دابا غدا خصني ندير الخطوة الأولى، الصباح وقت البيع والشراء، وقت الحركة، غادي ولا ماجي، غادي نجمع عباد الله، غنعيط على الناس، وغادي نديكلاري الخبر يوحى إلي، وغنشوف شكون هيتيقني، شكون هيعارضني، شكون هيقبل، شكون غيرفض، ولكل مقام ما قال.